السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هيروز اوف لاج. اليوم بنتكلم عن لعبة ريزيدنت ايفل. اي ريزيدنت ايفل؟ هذا ريزيدنت ايفل 4 دي ال سي. ايش اسمه؟ سيبريت ويز. سيبريت ويز، ايوه. مع ايش اسمه؟ يانج. وش اسمه؟ يانج ايدا. ايدا وونغ. ايوه ايدا وونغ. بيزعل علينا. ما شيء عن هذا، عن ريزيدنت ايفل عندي الاكسبرت مالي. لعبت انت ما لعبته يعني؟ ما لعبت فور، ما لعبت. زين اوكي، الحين سيبريت وي بيكون دي ال سي اللي برايي الشخصيه مفروض ان كانت فري. ليش؟ انا اتكلم عن رايي صراحه، لان اللعبه لما تلعبها اوكي لعبه حلوه، مثال ايدا كاركتر يعني تقدر تلعب معها وهذه، وفي اشياء مثل سيناريوز تغيرت، مثل انتونيو ولا من اسمه هذاك تلاقي معاه. وايدا طبعا نعرف ان هي سباي او ايجنت لاحد شركات، وفي هذه اللعبه جايه هي حل امرد اللي بيكون بايو اورجانيك شي ويبن، تمام؟ فهي جايه تشيلها وتسرقها وتركب. طبعا كالعاده ليون بيكون الكلب تجارب او دوغ نالها، مثل ما حتى من اسمه ويسكر دائما يقول، يعني شوفي بالك على وين، شوفي وش جالس يسوي كلبك، يعني دائما يقول هذا الكلام. حل ليون مسكين، حل ايدا تقول يعني كلبك دائما يجي يقاطع يعني كمان يعني لا واضح والله. اي اوكي ليون. ف اللعبه يعني كيف يعني كان سووها اختصروها الى 80%، يعني كم 80 او 70%، باقي 30% ايدا تلعبها. انت تروح نفس الاماكن طبعا، هو مثل هذاك اللي في فور في القديم، في ترى مال ايدا وونغ في القديم شوي مغيرين زياده، لان مثل ما نعرف الريميك مغيرين الاماكن والوحوش وهذه كلها. فاللعبه حلوه لكن 4 إلى 5 ساعات تقريبا تخلصها. ايوه يعني يعني ايوه، فهذا سبب انا ما اشوفه يستاهل اصلا يكون تدفع له فلوس، رغم يعني حلوه لكن يعني مختصره واجد اماكن. مثل طبعا نعرف ان ايدا ما يهمه ولا حد اللي يموت ولا ما يخصني، انا جاي اخذ شيء وانا رايحه، لا ليون ولا حد ما يهمني كذا يعني. ويسكر طبعا تريد الباي ويبن هذه من عند ايدا، بدايه ساعده بعدين طبعا كلنا نعرف وش يكون ويسكر دائما. وايدا تساعد بعض الاماكن يعني ليون على اساس مصلحته في النهايه. ايوه يعني المره الاولى يساعده يقول له اتس فري، بعدين تخليه ان هي تدفع. يعني جرافيكلي كل شيء حلو، والسيناريو قصه اوكي حلوه ماشي، بس مثل ما قلت انه كان اللعبه ما تستاهل تكون بيد حالس 5 ساعات. هذا رايي انا، لا مفروض ان كان فري، مفروض يعني اللعبه فنانه، بس لعبة فنانه يعني انا اعطيها 9 عرفتني يعني. لكن لعبه 10 5 ساعات او 4 5 ساعات مثل كل دي ليش هي ليش ادفع 10 دولار حاله؟ لو كان مثل اوكي اقول لك مثلا اذا كان 7 إلى 8 ساعات ممكن امشيها، لكن نفس الاماكن اللي ليون يروح هي بعد نفس الاماكن بس من صوب ثاني. ايوه هي عنده بعد مسدس اللي ما اعرف وش اسمه اللي يلتصق عليه، لان عنده عدسه في العين عباره تشوف كل مكان وتتسلق معه. ف رايك يعني اللعبه زينه بس بس ما يستاهل سعره، ما يستاهل. ما اشوفه لو كان كابكوم مسوينا فري كان يعني شيء حلو من صوب كابكوم حل فانز، يعني كنا نحصل يعني لعبه بدون ما نتعب اعمارنا يعني. ايوه يعني اعطونا يعني اعطيته الفي ار وش اسمه هذا فري، انا اشوف انه لازم الحين يدفع كل شيء يسوي كابكوم. اي لكن لأنه من فترة كابكوم ما يعني كل جالسة تروح سيدة، يعني أمورة ترتب جالسة ترتب. إيه ترى هذا ما مثل مونستر هانتر، هذه اللعبة ترى ما حد يشتريها يعني. لكن عشان واجد أنا أشوفه واجد صراحة، أنا رأيي الشخصي أشوفه واجد يعني. أنا أعرف شباب يعني حتى يعني إذا اللعبة حتى 10 ساعات مثلا أقول لك ليش أدفع هالدي إل سي كذا يعني،
وعشر ساعات شوية. خذك هذا أوكي. أو إنه عندي رأي ثاني تنتظر مثل يمكن يجي ألتيميت إديشن أو بندل شيء تشتري مثل جولدن. أي يكون مع الديل سيز مع الديل سي تشتري. إذا تنتظر السنة الديل سيز كامل ينزل تحت 50% وتعب ما تعب عمرك. بالضبط. إذا أنت اشتريت اللعبة. لكن إذا أنت فان يعني تريد تلعبها لعبة حلوة. الديل سي حلو لكن أنا أشوف الموضوع فلوس مسوين مبالغة عليها أو إنه جالسين يجمع فلوس حال ريميك الجاي. يمكن والله هذا شيء 100% اللي حسب الإشاعات أنا يعني شفت إنه بيكون أوت بريك ومفروض إن الحين يجي أوت بريك دام الإنترنت وهذا كل شيء زي ما عامة اللعبة حلوة وكل شيء حلو في بوس موجودة هنا سبيشال يعني ما سبيشال يعني هذا البوس كان الناس يعني كانوا متخوفين انه يمكن ما يكون داخل اللعبه يعني جابوه هي جابوه فبيكون سربرايز للناس اللي يعني يلعب اللعبه اوكي جرافيكلي بعد حلو يعني اللعبه بس زي مثل زي. ما قلنا ان ويسكر هو انا عجبني على فكره ويسكر في اللعبه يعني ستايل ماله يعني يحسسك كانه يعني اخيرا رجعت انا ما اتصل ويسكر في الأصل مات لا ما مات في اللعبة في الجزء الخامس يقول إنه يعني الجزء الخامس في الإندينج يموت لكن أنا أشك فيها كل مرة يموت أنا كل مرة أحس يموت كل مرة يموت أنا أشك في السالفة إنه هو راح يجي بس فشباب هذه اللي أنا أقدر أقولها مثل ما قلت 9.5/10 أعطيها تسعة بس عقب خلاص هذا كان الريفيو مال Resident Evil 4 Separate Ways DLC مع ايدي وونغ ما تنسوا شباب لايك سبسكرايب ونراكم في حلقة قادمة ان شاء الله.